لو حبينا نوازن يا جماعة بين الانترنال والإكسترنال، هنلاقي في الحقيقة إن شركات كتيرة جدا تسعى في البداية إن هو يعين انترنالي قبل ما يفكر إنه يجيب إكسترنال. بس ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، إن لما الشركة تخلي أغلب تعييناتها داخلية، في الحقيقة بعد شوية بيخلي الشركة كجزيرة معزولة جوه الماركت. ولكن لو الشركة ابتدت أغلب تعييناتها من بره الشركة، ده هيزود التيرن اوفر بتاع الموظفين جوه الشركه نفسها. يعني عايزين نقول ان الاتش ار لازم توازن ما بين الانترنال سورسز والاكسترنال سورسز. دلوقتي يا جماعه هنعمل الاعلان الخاص بالوظيفه. عشان الاعلان يكون جاذب لعماله احنا عايزين نعينها جوه الشركه، لازم نعمل حاجه اسمها فاليو بروبوزيشن. فاليو بروبوزيشن معناها ان احنا بنظهر قوه البوزيشن دي جوه الشركه عندنا. فيها كمان معلومات عن الجوب ديوتيز والسكيلز المطلوبة، كمان فيها معلومات عن الشركة نفسها، الايمج بتاعت الشركة، الفاليو بتاعت الشركة نفسها، كمان ايه هي الحوافز اللي هياخدها الموظف اللي عندنا، والليدرشيب ديفلوبمنت لما يبقى جوه المنظمة بتاعتنا، كمان قيمة البوزيشن دي عند الستاك هولدرز، عند مالك المؤسسة نفسها، بحيث يكون لو انا هعمل اعلان لوظيفه وبالذات تكون مثلا توب ليفل مانجمنت، لازم يبقى حاسس ان الجوب اللي هيشغلها ليها كاركترستكس مختلفه. من مصادر التعيينات الخارجيه يا جماعه مكاتب التعيين نفسها، لازم يبقى فيها بعض البروفيشنالز اللي يعرفوا يتعاملوا مع الامبلويز والابليكانتس اللي جايين. شخصيه الموظف نفسه اللي هيقوم بعمليه التعيين مهمه جدا جدا في الجوب دي. كمان لازم يكون عنده بعض السكيلز، بعض المهارات، عارف يعني ايه value proposition، عارف يعني ايه EEO اللي هي equal employment opportunity، يعني انه يدي فرصة عمل واحدة لكل العاملين. السكيلز دي يا جماعة لازم تكون متوفرة في مكاتب التوظيف. واحنا بنعمل الاعلان الخاص بالوظيفة لازم ناخد بالنا ان الابليكانس المختلفين يا جماعة مش بيهتموا بنفس البوينت. في موظف يهتم جدا جدا بالكمباني كلتشر، ثقافه الشركه نفسها. في موظف يهتم بالديفلوبمنت بتاع الكارير، يقول انا هخش المكان ده عشان اتعلم. في واحد لا، عنده اهتمامات مختلفه، فرصته جوه الشركه دي عامله ايه. واحد يقول لا، انا عايز شركه تقدر توازن ما بين الورك اند لايف بالانس، يعني تقدر توازن ما بين حياته العائليه وبين الوظيفه بتاعته من حيث التايمينج وما شابه. كمان واحد يهتم بالجوب نفسها، يعني هي دي هو عايز يشتغل الشغلانه دي. واحد يهتم بالكومبنسيشن، يعني ايه هي الريوردز والفلوس اللي هيتحصل عليها من الجوب دي. ناخد بالنا يا جماعه ان وانت بتعين حد في بعض الايثكس الاخلاقيات، تاخد بال حضرتك ان انت ما تعملش حاجه انتي ايثك. مثال، ناخد بالنا يا جماعه من نقطه مهمه جدا، ان في بعض الايثكس اللي احنا لازم نراعيها واحنا بنقوم بعمليه التعيينات. اول نقطه ان الكود اوف ايثكس، الاخلاقيات المتعارف عليها في التعيين، لازم تكون واضحه لكل الابليكانتس خلال مراحل التعيين. طيب ايه كمان؟ ناخد بالنا ان احنا بنعين موظف من منافسين، ناخد بالنا ان ده ممكن يعرضنا لحاجه اسمها الباك فاير، ان ممكن نفس الموظف يروح لفرصه ثانيه احسن. كمان اداره الاتش ار وهي بتعين لازم توازن ما بين انترنال سورسز واكسترنال سورسز، يعني ما تحيزش للتعيينات الداخليه او التعيينات الخارجيه. كمان لازم الناس اللي شغاله في الاتش ار يبقوا مدربين بشكل كافي وعنده القدره انه يجاوب على اسئله الابليكانتس اللي هم جايين يتعينوا. كمان عنده القدره ان هو يعتني بالريكوردز الخاصه بالموظفين والسير الذاتيه لانه يحتاجها ان ذا نير فيوتشر. لو حبينا يا جماعه نلخص احنا اخذنا ايه في الليكتشر دي مع بعض، احنا اخذنا فيها حاجه مهمه جدا اللي هي التعيينات نفسها، وقلنا ان اداره الاتش ار عندها مصادر كتيره جدا جدا للتعيين، وقلنا ان هي لازم توازن ما بين مصادر التعيين الخارجيه ومصادر التعيين الداخليه، وابتدينا نتكلم عن مميزات وعيوب كل مصدر من دول، وبعدين اتكلمنا لما نيجي نعمل اعلان يا ترى ايه هي البوينتس اللي هنهتم بيها في الاعلان بتاعنا، لان مش كل الكانديديتس يهتموا بنفس البوينت. كمان قلنا ان في ايثكس معينه لازم يتم مراعاتها واحنا بنعين العمالة اللي عندنا.